تقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. تقدم صفوف المشاركين في بطولة العالم للرجل الحديدي وبمشاركة نخبة كبيرة من أبطال العالم الذين يتطلعون إلى تحقيق اللقب الأغلى والأكثر أهمية على مستوى رياضة الترايثلون في العالم. وأعرب سموه في تصريح له قبل انطلاق السباق عن تطلعه للتواجد مع نخبة الأبطال في العالم، وقال سموه: هو اليوم الذي تدربت من أجله شهورا طويلة وبذلت قصارى جهدي في التدريب الشاق والمتعب، متمنيا سموه أن ينتهي السباق بتحقيق نتيجة إيجابية وبصعود سموه على منصة التتويج ليكتب اسمه واسم البحرين بحروف من ذهب في البطولة العالمية، ليؤكد للجميع أن الإنجازات التي حققها سموه كانت تمهد إلى الإنجاز الأكبر على المستوى العالمي. وعن وجهة نظره في السباق، أشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هناك نخبة من الأبطال المشاركين الذين يمتلكون إنجازات كبيرة على المستوى العالمي، وبالتأكيد فإن تواجد هؤلاء على قائمة المشاركين في البطولة العالمية يعطي البطولة طابعا من الغموض في تحديد هوية الفائز بالبطولة التي تمر بتعقيدات كثيرة وفي نفس الوقت مثيرة للغاية، موضحا سموه أن التعقيدات تكمن في التحديات التي سيمر بها المشارك في السباحة والدراجة والجري، وستكون مثيرة في كيفية تخطي تلك التحديات والتنافس الحقيقي على لقب البطولة. كما أكد سموه وضع خطة فنية مناسبة ستعتمد في جوانبها على القراءة الصحيحة لمجريات السباق، ومن ثم توزيع الجهد البدني والفني على مجريات السباق. الله يوفق إن شاء الله. اللي علينا كله سوينا من تدريبات، من تحضير ومن تجهيز، وصلنا اليوم إلى مرحلة يعني الاستعداد ونوضع كل شيء في محله حق السباق. ما بقى شيء إن شاء الله إلا نحن الليلة ننام نومة زينة ونصبح الصبح إن شاء الله، وبكرة في نفس هالوقت بإذن الله البحرين عندها خبر طيب. الحمد لله على كل حال، إحنا كسبنا هذه السمعة الطيبة من السنين اللي إحنا قضيناها في الرياضة هذه إلى أن تسيد فريقنا على المنصات العالمية في مجال المحترفين، وكسبنا اسم وسمعة كبير. ونفس الشيء بعد مشاركتنا وياهم وتحدينا معهم، هم كلهم يعرفون قصتي معهم. 4 سنوات أحاول أوصل هواي أن يتأهل لها وما قدرت أتأهل، ولله الحمد هالسنة سنة خير وتأهلت لها. ويوم تأهلت لها وجدت نفسي أني حتى من قائمة المرشحين ولله الحمد. ف مو بسهل واحد يحضر كأول مرة ونفس الوقت يتفائل بالتنافس، لكن يلا إن شاء الله متفائل وبنسوي شيء إن شاء الله بكرة.